أعربت الخارجية الصينية عن قلقها من تدهور الوضع في شبه الجزيرة الكورية، فيما حثت اليابان حليفتها الولايات المتحدة الأمريكية على التقدم بمقترح لفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية. المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية حذر خلال إيجاز صحفي أسبوعي من أن بكين لن تسمح مطلقا باندلاع حرب أو حدوث فوضى على حدودها. في غضون ذلك، تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ونظيرها الياباني شينزو أبي بالتعاون المشترك في التصدي لتهديد كوريا الشمالية بعد يومين من إطلاق بيونغ يانغ لصاروخ فوق شمال اليابان. تصريحات رئيسة الوزراء البريطانية جاءت خلال زيارة لقاعدة بحرية أمريكية في طوكيو على هامش اجتماعات المجلس الأمني الوطني. يجب علينا العمل سويا من خلال التعاون الأمني المشترك والمكثف، وهذا العمل المشترك يجب أن يتضمن الاستفزازات الأمنية المتكررة التي تقوم بها كوريا الشمالية وإرغامها على إيقاف خطواتها في تهديد الأمن العالمي.